للأسف شديد، للأسف شديد نجد أن الحكومة الأردنية والجيش الأردني ساعد بشكل كبير الاحتلال الصهيوني من خلال اعتراضه لعدد كبير من الصواريخ، لا ندري كم من صاروخ تم اعتراضه فوق الأجواء الأردنية، علما وأنه تقريبا كل الصواريخ التي انطلقت من إيران تعبر الأجواء الأردنية، تعبر الأجواء الأردنية. يعني إذا كان 250 صاروخ وصلت 80 صاروخ إلى الأراضي المحتلة، فلسطين المحتلة أو ما يسمى بإسرائيل، معناتها على الأقل 50 أو 60 صاروخ تم اعتراضه في سماء أو فوق سماء الأردن، وهذه خيانة عظمى، لأن الصواريخ لم تكن تستهدف الأردن حتى تتحرك المضادات الأردنية، بل كانت عابرة الأجواء الأردنية المفروض لا تتدخل. السؤال اللي نطرحه هنا الآن، هل ستعترض المضادات الأردنية أي صاروخ إسرائيلي سينطلق باتجاه إيران؟ مستحيل. هل ستجرؤ المضادات الجوية الأردنية على اعتراض أي صاروخ إسرائيلي ينطلق من الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه إيران؟ هل سيفعل؟ أنا أكاد أجزم أنها لن تتجرأ على فعل هذا، ولكن ننتظر في الساعات القادمة وربي قدر الخير، ربي قدر الخير. إذن ما أتوقعه، خلونا نشوف، أنا نشوف الأخبار مباشرة هنا نفس الشيء مثل معكم. مش هذا الآن راهم يضربوا قبل قليلة. أوكي، مثل ما قلت أنه أتوقع يعني رشقات صاروخية أخرى إيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أتوقع رد إسرائيلي في الساعات والأيام القادمة، وبالتالي النتيجة راح تكون رد برد، لأنه من المستحيل، من المستحيل أنه نتنياهو لا يرد على الصواريخ الإيرانية، يعني صعب جدا، لأنه إذا لم يرد نتنياهو على الصواريخ الإسرائيلية انتهى، انتهى، يحرق أوراقه، لازم له ينسحب من المشهد، لأنها صفعة قوية وقوية جدا وأضرار بالغة. يعني الشيء اللي شفناه وما يقدروش يغطوه هو العملية التي نفذها شخصين حسب الصور والفيديوهات اللي لحد الآن لا نعرف، مثل ما قلت أنا لحد الآن حسب الأخبار لا نعرف، خارجية الإيرانية، هجوم قواتنا على الكيان الصهيوني يأتي في إطار الدفاع المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أوكي، إسرائيل ستقوم بضرب المفاعل النووي الإيراني، تهديدات طبعا. إذا قلت أنه حجم الضربة الليلة كبير وكبير جدا، حجم الضربة الإيرانية مهما كانت الخسائر، لأنه فيه مقتل حوالي 6 إسرائيليين وجرح أكثر من 10 نتيجة العملية التي قام بها الشابين، لا ندري هل هما فلسطينيين أم من جنسية أخرى، هل هما من الضفة الغربية، من داخل الأراضي 48، من غزة، لا نعرف لحد الآن. أنا المعلومات اللي عندي حسب الأخبار اللي تبعت لحد الآن لم يتم تحديد هوية المنفذين، ولكن في كل الحالات فيه 6 قتلى وعشر جرحى، هذا اللي تم الإعلان عنه رسميا. خسائر الضربات الصاروخية لحد الآن لا نعرف، بالرغم من أنه شفنا صواريخ سقطت في أماكن محددة وخاصة أماكن عسكرية، من بينها موانئ، مطارات إسرائيلية طبعا، وبعض القواعد العسكرية، يعني كانت أهداف محددة. طبعا التعتيم الإعلامي الإسرائيلي يحجب الحقيقة والنتائج التي حققتها هذه الضربات الصاروخية الإيرانية. في كل الحالات، أقول في كل الحالات، إسرائيل سترد على إيران، متى وكيف الله أعلم، لكن في الساعات القادمة، يعني الرد سيكون قريب جدا، وهذا الرد القريب سيقابله رد إيراني،
والرد الايراني سيقابله رد اسرائيلي. اذا يبداوا واحد يضرب الاخر يرد، واحد يضرب الاخر يرد، الى ان تتوسع الحرب لتصبح حرب شامله. اتوقع في الساعات القادمه اذا اعترضت القوات الجويه الاردنيه اي صاروخ ايراني ستعاقبها ايران، لانه ممكن الان ما عاقبوهاش، لكن المره الثانيه ستوجه صواريخ الى الاردن، والاردن لا تستطيع ان تقاوم صواريخ ايران، مستحيل مستحيل. وهذا الامر اللي قلت لكم سيقودنا الى حرب شامله، لان ايران سترد على اسرائيل وترد على الاردن، واذا تدخلت السعوديه او تدخلت اي دوله خارجيه سترد عليها، وبالتالي ستصبح حرب شامله بالتزامن مع رد المقاومه في اليمن الحوثيين، رد المقاومه في العراق، رد المقاومه في لبنان. الان اتوقع انه الهجوم البري الذي كان يخطط له نتنياهو وكان يستعد لتنفيذه في الساعات القادمه قد يتاخر، قد يتاخر بسبب فتح جبهه مع ايران، لان ايران فتحت جبهه لن تغرق. الجبهة الإيرانية ستعرقل مخطط نتنياهو في تنفيذ الهجوم البري على جنوب لبنان، وإذا نفذ نتنياهو هجوم بري على لبنان سيتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة وكبيرة جدا، لأن المقاومة في لبنان 2024 ليست مقاومة 2006 أو 2008، في تطور كبير وكبير جدا لدى المقاومة اللبنانية خاصة في الحرب البرية. قد تكون المقاومة في لبنان ضعيفة في المجال الجوي، يعني في المجال الجوي القوات الجوية أو المضادات الجوية قد تكون ضعيفة، لكن في القوات البرية يعني حرب الشوارع وحرب البري المدافع والمشاة والجنود، بكل صراحة المقاومة اللبنانية أشرس من المقاومة حتى في قطاع غزة. أقول هذا الكلام لأن المقاومة في لبنان أولا عدد كبير، 100,000 مقاوم عكس غزة اللي ممكن 10,000 عدد قليل بحكم المساحة وعدد السكان وأمور كثيرة. أما المقاومة في لبنان فهي مقاومة مهيكلة ومؤطرة وعددها كبير 100,000. إذا راح تكون الحرب البرية شرسة. نتنياهو لن يجازف بالدخول إلى لبنان في الساعات القادمة حتى يغلق باب إيران، وباب إيران لن يغلق يعني في القريب العاجل، لأنه إذا رد نتنياهو على إيران سيأتي الرد من إيران، إذا لم يرد سيجد نفسه في ورطة. مستحيل نتنياهو ما يردش، مستحيل سيرد، ورده سيجد رد إيراني، وبالتالي ستدخل المنطقة في حرب شاملة قد تمس الأردن، قد تمس جزء من السعودية إذا تدخلت، وتتدخل أمريكا، وإذا تدخلت أمريكا ستتدخل الصين وروسيا، وبالتالي راح تشعل. الآن أنا نروح للمنطقة في الساحل والصحراء وبالخصوص في الجزائر. قلت أن تهجم نائب الوزير الأول المالي لم يأتي من العدم، عنده علاقة بهذا التطور، عنده علاقة بهذا التطور، لأن الكيان الصهيوني يعرف أن للجزائر دور مهم في إسناد المقاومة ولو معنويا ولو إعلاميا. الجزائر قبلت الثوار وقبلت الشهداء والشرفاء الأحرار لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء الذي يتعرض له الإخوة في فلسطين ولبنان وأي مكان. الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي. كي نقول لن تبقى مكتوفة الأيدي معناتها مش راح نشاركوا بالجيش، على الأقل على الأقل إعلاميا. الإعلام الجزائري يساند الإخوة في فلسطين، يساند الإخوة في لبنان، ويهلل للضربات الصاروخية الإيرانية، وهذا الأمر يفرح الشعب الجزائري ويجعله يعتز بكسر شوكة الكيان الصهيوني. نعم، إذن الكيان الصهيوني حتى يغلق باب الجزائر واهتمام الجزائر حكومة وشعبا بما يحدث في الشرق الأوسط، بما يحدث في غزة وفلسطين، لازم يلتيهم بعظم بمشكل. هذا العظم ما هو؟ فتح جبهة مع المغرب،
فتح جبهة مع مالي، خلق ممكن أزمة في غرب ليبيا. إذن على هذا الأساس اللي قلت لكم أتوقع في خونة وعملاء مندسين. نعم عدنا خونة وعملاء مندسين داخل السلطة والنظام يتآمرون على القيادة السياسية والعسكرية. كان يتزعمهم فريد بن الشيخ العميل الخائن، الحمد لله تم القضاء عليه وهو رهن السجن رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، لكن فيه خونة وعملاء آخرين للأسف الشديد ما زالهم يمرحون ويسرحون في الجزائر، وسيتم توقيفهم وإلقاء القبض عليهم بإذن الله. فيهم البعض اللي للأسف الشديد لحد الآن لم تقتنع القيادة السياسية أنهم عملاء وخونة، ولكن ربي سبحانه راح يكشفهم في الوقت المناسب ورايح يفضحهم ويتم تحييدهم من المشهد بإذن الله. الأمر الثاني اللي نتمنى أننا نتفطنونه وهو المصالح. علينا أن نرتب أمورنا الداخلية ونتكلم على مصالحة داخلية، لأنها ضروري وضروري جدا، تجنبنا كثير من المشاكل، تجنبنا كثير من المشاكل وتربحنا وقت. نحن بحاجة إلى رص الصفوف، نحن بحاجة إلى تقوية الجبهة الداخلية حتى نتمكن من مواجهة العدو الخارجي ومراقبة الوضع الإقليمي والدولي. ما يحدث اليوم، ما يحدث الليلة الآن، ما يحدث الآن على المباشر هو بايدن، عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، ونجري مشاورات مع إسرائيل بشأن كيفية ردها. يعني قلت لكم رايح يكون رد عنيف وحرب شاملة، راح يكون حرب شاملة. إذن كل الاحتمالات مفتوحة، كل الجبهات مفتوحة. إذن بات من الضروري غلق الملف.